معانا كمان على التليفون الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين. مساء الخير عليك أستاذ أحمد، وبالتأكيد الفنان سمير صبري هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن حياة هذا الرجل. أنا عارفة أنه رحيله صعب، لكن كمان في حياته كثير من الدروس اللي بعتقد أنه حضرتك ممكن يكون عندك رؤية مختلفة لهذا الفنان. احنا لسه بنقول متعدد المواهب، إذا سألنا عن كل نوع من الفن هو اشتغل به هناخد فعلا وقت كتير وهو يستحقه، لكن من الناحية السينمائية، الإرث السينمائي اللي تركه الفنان سمير صبري 140 فيلم، أنا النهاردة يعني اتفاجئت بالرقم وضخامة الرقم. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أولا، وطبعا بنعزي كل الوطن العربي على وفاة الفنان سمير صبري. سمير صبري لم يكن ممثل فقط ولا مذيع فقط، ده هو موسوعة فنية تمشي على الأرض. ليه بنقول كده؟ لأن لو شفنا مشواره من سنة 58 وهو بيظهر في لقطة واحدة جنب عبد الحليم حافظ في فيلم حكاية حب، نشوف بعدها بعشر سنين كان دور رئيسي في أبي فوق الشجرة مع عبد الحليم حافظ. نشوف طبعا في النص كان في أعمال كتير. بداية النجومية أعتقد إن هو والفنان أو النجم الكبير عادل إمام ربنا يديله الصحة كانوا البحث عن الفضيحة، ولسه الإفيه بتاعه اللي هو ده واحد صاحبي ما تعرفوش، ده ماشي زي فلان. حتى إن سمير صبري في عالم السينما أول واحد صور أو أصر إن هو يعمل فيلم 70% منه تصوير تحت الماء، اللي هو جحيم تحت الماء لو نفتكر، ودي كانت نقلة في السينما المصرية سنة تقريبا 88-89. عمل أفلام كتيرة جدا، ومع ذلك أقدر أقول إن سمير صبري لم يكن ممثل فقط، ده هو من جوه ال 140 فيلم أنتج 20 فيلم. يعني إنتاج أعتقد إن في شركات إنتاج ما وصلتش لهذا الرقم، وده يعتبر رقم كبير. لكن لما كنت تقعدي مع سمير صبري كنت تلاقي ان هو بيتكلم في كل مجال تتكلمي معاه فيه تلاقي عنده معلومات. لو في الرياضه اوكي، لو في الغنى اوكي، لو في الثقافه ماشي، لو في السينما ماشي، لو في الالحان في المزيكا، هو كان متعدد المواهب. ومع كده هضيف انا حاجه بسيطه، كان عندنا يمكن انا اول لقاء ليا معاه كان سنة 2001 تقريبا أو 2000، كان في الأهرام العربي عندنا كنا بنعمل سباق وهو استضافنا في هذا المساء. أول جملة قالها قبل ما يبتدي التسجيل قال أي حد يطلع هنا سواء من الوزير إلى الغفير له احترام، محدش يشوف أو محدش يسخر منه. وبالفعل اتكلم مع كل الموجودين بما فيهم أحد سياس الحصنة والكلام من ده، وكأنه بيتكلم فعلا مع حد مهم جدا، وهو ده الشخص اللي ايه؟ وده الشخص السوي هو مش بس الفنان يعني. توفيق الحكيم وحاول فرانك سيناترا وعمل واول واحد اشتغل او عمل ايه؟ يعني محمد علي كلاي لما جه مصر ما كانش كان رافض تماما ان هو يقابل حد من الصحافه في الوقت ده، سمير صبري عمل مغامره هو اللي قال لنا عليها، قال انا لبست سفرجي ودخلت دخلت له الترابيزه بتاعت الاكل لحد الاوضه، وبعد كده قلت له ده انا عايز انا اعمل معاك حوار، فقال له انت عارف لو كنت اعرف ان انت صاحبي كنت هعمل فيك ايه؟ هنا هو بيعمل كل حاجه في سبيل ايه؟ الاعلام بتاعه او بيخدم الاعلام بتاعه. سمير صبري اساليه في اي حاجه هيجاوبك وهيتعامل معاك باحترام. هذا هو النموذج للفنان المثقف، هو اللغات لانه خريج فيكتوريان كوليدج فهو بيجيد اكثر من لغه، ودي ساعدته بشكل كبير جدا طبعا، لكنه ما استناش بس اللغات، هو كان متطور، كان بيقرا في كل حاجه، بيسمع في كل حاجه، كل حاجه هتلاقي عنده، فدي من الحاجات الجميله. بالتاكيد انا يعني انا ملاحظه جدا انه حضرتك حتى في كلامك كونك بتتكلم عن شخصيه كبيره زي الفنان الراحل سمير صبري، مش بتتكلم بس عن موهبته الفنية، لكن الموهبة الإنسانية واضح أنها بتطغى جدا في تقييم هذا الرجل العظيم. وبالمناسبة هو ده الإرث الحقيقي اللي الناس بتسيبه، طبعا سايب لنا إرث فني كبير جدا، لكن الإرث الحقيقي الناس بتسيب سيرة، والفنانين الكبار اللي زي الفنان الكبير سمير صبري سايبين سيرة حقيقية عظيمة وملهمة.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين. خلونا يعني نذكر بعضنا انه واحده من الطرق يعني اذا كنت يعني الجميله والهادئه في وداع الحياه مش اننا فعلا نفتكر ونقول انه المرض غلبه، لكن الحقيقه انه نقول انه هذا الرجل عاش ملأ الدنيا حياه. الفنان سمير صبري ما نقدرش ننسى غير اننا نربط اسمه بسكر، حلوه الدنيا سكر، هو كان شايفها جميله واحنا ربطناه بهذه الصوره الذهنيه. فرب اللي عايز يستلهم ويتعلم يتعلم انه الحياه جميله قدر ما استطعنا ان نجعلها جميله.